الإمارات مشاهدينا الكرام دولة التسامح والتعايش وعدم التمييز، والبلد المفضل للعيش والعمل لشباب المنطقة وأغلب شباب العالم، بلد الإغاثة والعون الإنساني، تقدم كل يوم نموذجا رائدا في مجال التنمية والمساعدات التنموية الخارجية وأيضا العطاء الإنساني اللامحدود، تلتقي بانسجام وتناغم مع فرنسا بلد الحرية والإخاء والمساواة. إذن كما نشاهد الآن، ها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله داخل قلعة جراند تيريانون في جولة مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. Thank you.